سو المكتب تحت الشباك طبعا تجاهل الحوسة اللي في المكتب لأن حرفيا لي كم يوم مو مرتبة يعني وكذا، ولأن حاطة في بالي إني بغير يعني من ترتيب الغرفة. فما علينا، المكتب إن شاء الله بنقله هنا. طبعا شلت علاقة الملابس، هنا كانت علاقة الملابس. خلاص تخلص 2020 انا متخرجه، يعني ما ابغى يعني
فالمهم كذا كلمت اختي راجعت نفسي قالت لي انه خلاص يعني خلصي يعني الشيء اذا ما كان عليه ضغط، وشفت المقررات ما حسيت انه بيكون عليه ضغط الحمد لله. ورجعت كلمت الدكتورة انه خلاص يعني 24 ساعة تنزل لي بهالسمستر، وعدلت جدولي ونزلت 24 ساعة، والحمد لله الحين بس باقي لي الاختبارات وان شاء الله اتخرج على خير. ومرة كانت يعني اخر سنتين بالجامعة مرة انبسطت فيها، واحس اني تعلمت اشياء جديدة حرفيا. يعني هذه السنتين اللي بالجامعة غيرت مفاهيم كثيرة، شخصيتي تغيرت، اشخاص حالي تغير، كل شيء كل شيء تغير يعني الحمد لله. وحرفيا ابغى ابدا يعني 2021 بداية جديدة. ما كان عندي جامعة، ابدا حياتي كشخص خلاص مستقل عن الجامعة. نبغى شيء جديد، ابغى شيء جديد حرفيا مرة يعني. والحمد لله يعني السنتين الاخيرة كانوا كلهم انجازات من الجامعة، وكلها ضحك وضغط ما نخفي الضغط، كل شيء يعني كان الحمد لله حلو. فيا الحين نبدا حياة جديدة، بس نخلص اختبارات طبعا، ابدا حياة جديدة وشيء جديد وتجربة جديدة. فيا لا تضيعوا سنوات الجامعة بانكم ما تتعلمون شيء، اطلعوا انبسطوا اضحكوا سووا كل شيء بالجامعة، لانها فترة مرة حلوة مرة حلوة. لا تخلونها انه مثلا كلها دراسة، او انه تسحبون على دراسة وتصيرون كلكم يعني كذا يعني وشو ما تستفيدوا منها. استفيدوا اضحكوا وانبسطوا سووا كل شيء مع بعض. يعني فترة الجامعة دي فترة جدا حلوة، جدا جدا حلوة، بس استغلوها صح. باقي اكمل على المشروع، وفي عندي بعض التصاميم يعني شوي بشتغل عليها. So yeah. وبكذا يكون وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى لكم استمتعتوا واستفدتوا، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة.